إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا هنا أمام مقاطعة جماعية سيدي بليوط، معنا أحد أشخاص يعني من الصم والبكم يعني ذوي احتياجات خاصة، اللي تقدم واحد الطلب من أجل نيل واحد الرخصة ديال الحراسة في أحد الأماكن تابعة جغرافيا وترابيا تابعة المقاطعة سيدي بليوط. إذا الشيء الغريب اللي كيتفاجئ به هذا السيد، هذا الحاجة الغريبة اللي كيتفاجئ بها السيد، هو أنه نفس المكان مقدم واحد شخص اخر من ذوي احتياجات خاصه مقطوعين ليه رجلو في هذاك نفس ذاك المكان. فكاين تناقض في الاجوبه ديال رئيس المصلحه اللي حصلنا عليها واللي كيحوز عليها هذا الشخص هذا. مثلا دابا هذا الشخص هذا كيقول لي مسكين، دابا هو راه كيشوف فيا مسكين، دابا راه هذا الشخص هذا بلاتي نعطيك بلاتي، هذا الشخص هذا اشنو كيقول؟ كيقول بانه في الجواب قالوا ليه بان بما انه دفع هو واحد الصديق ديالو اللي تا هو من ذوي احتياجات خاصه من الصم والبكم، دفعوا هذه الرخصه هذه باش يستافدوا منها بجوج. كيتفاجئوا بالجواب فيه بانه هذه الرخصه، غنشوف اش كاتبين لك تما، غنشوف اش كاتبين تما، نشوف فهمتي. هيا هي بلاتي ونخوكم ان هذه مناسبة اننا من يعني هما مستعدين انهم يدفعوا سومة كرائية 5000 درهم، 5000 درهم. يعني هما بما انهم هما جوج ديال الاشخاص مساكن داو راه شتا هادي شتا صافي. هاد السيد هذا صباحي هاد السيد هذا مسكين كيتفاجئ. كنتمنى انكم تفهموا اللغه ديال الاشاره، ومعنا احد الاصدقاء ديالو اللي ما بغاش يبان، كنحترموا الراي ديالو، اللي غادي يوضح لنا ربما شي حاجه اللي ما فهمناهاش غادي يوضحها لنا. كنتمنى انكم تبقاو مع هاد السيد هذا باش نعرفوا شنو واقع. اشنو انا معتني، انا معتني الجماعه تعلم تعلم ومأس ممأس هذا الشخص هاي عبدالله كلم هو جليل بيو فامو أفي أمتاش أفي أمتاش أنا محتمس وخدس والجماعة رحيم وممأس رئيس مباشر المصلحة أنت لم تكن بتشخص على حل من شهر وفامو جري بقول بعد خوضة فامو على أنت لم تكن بتشخص أنت وصاحبك تعبي أنت وصاحبك تم جو تعبي نص تعبي يعني 2500 درهم 50000 ريال لواحد 50000 ريال تعبي لا أشنو قالوا لكم؟ الجماعة لا وبمعاش ما بغاش بمعاش ما بغاش بمعاش ايوا اذا انت لم تكلم حتى تحصل للجاري دام دام قوطا ما عنده قوطا ما عنده فامو انا حمد لم تحصل انا تحصل يعني واحد خور خادها فابور انت بغيتي تعطي 5000 درهم في الشهر انت لم تكلم يعني تنعش الخزينه ديال الجماعه لا انت لم تكلم شهريا جاري انت والصديق ديالك تعبي تعبي اذا دابا الاخرين اشنو قالوا لهم؟ قالوا لهم بان سكينه السمساره قال لهم الا بغيتي هذا الشيء كيتفوت بالسمساره بلاتي خليك معايا قول لي شنو خويا قالوا لهم؟ السلام عليكم. باش نوضحوا الامور هنا، هاد جوج ديال الناس ديال الصم البكم كانوا تقدموا بواحد الطلب لنيل واحد رخصه حراسه السيارات في هذا المكان هذا اللي هو اصلا كان كي بلا ما تسمي ذاك المكان لا نسميه، لا هو اصلا كان كيدوز في المزاد العلني، ولكن منذ سنه 2015 ما بقاش تمرد السمساره وبقى مستغل عشوائيا. لا الجماعه ما كتستافد من والو، المقاطعه ديال سيدي بليوط ولا الجماعه ديال الدار البيضاء الخزينه ديالها ما كتدخل حتى ريال فيه.
تقدموا هاد الناس هادو وعطاو سومه كرائيه شهريه مسبوقه الدفع متمثله ب 5000 درهم باش يحصلوا على الرخصه. كيتفاجئوا بجواب من عند المصلحه وموقع من طرف الرئيس ديال المقاطعه السيدي باليوم كيقولوا لي بان كيتعذر علينا باش نمنحوك الترخيص ديال هاد البلاصه نظرا لانها لا تدخل ضمن الرخص اللي كنسلموا فيها رخص فرديه. كنجيو لنفس البلاصه نيت تقدم سبق واحد السيد ذوي الاحتياجات وتقدم نفس الطلب ديال رخصه حيرة السيارات بهذاك المكان وبنفس الثمن ديال سومه كلائيه مسبوقه الدفع. وكنتفاجئوا بالجواب ماشي بحال الجواب اللي كتبوا ليه، قالوا لي بان هذا المكان كيدخل في اطار السمساره وماشي من اختصاصنا حنا، خاصك تشوف مع المصالح ديال الجماعه، وكتب الجماعه ديال الدار البيضاء طلب ولحد الان راه بعد مرور اكثر من 3 أشهر ما تلقى لا جواب لا والو، والمحطه راه مستغله عشوائيا هكذاك هباء منثورا ولا حول ولا قوه الا بالله. لا خزينه لا والو بحالها بحال بزاف ديال المحطات هنا في مدينه الدار البيضاء. راه منذ 2015 ما تبقاش تمرات السمساره، بغينا حنا هاد ولكن هذا اللي كتب السمساره كيفاش كتب السمساره؟ كانت كدوز في لابيل دوفر قبل 2000. لا خلي طلب عروض علاش هذا اللي عطاه هذا الجواب علاش عطاه بانه هذا المكان كيتم التفويت ديالو عن طريق السمساره؟ لانه هو اصلا هذاك المكان كيتمر كان كيتمرر في اطار السمساره. ولكن حاليا ما بقاش حاليا من 2015 ما بقاش. علاش غتكتب؟ هذا السؤال كنوجهوه للرئيسة ديال مقاطعة سيدي بليوط باش تجاوبنا عليه ورئيسة مجلس المدينة. لأنه السمسارة على حسب ما قلتي من 2015 من 2015 إذا باش غتكتب الجواب ديال المصلحة. حنا بغينا توضيح هذا السؤال تا هو حنا كنطرحوه على الناس المسؤولين ديال المقاطعة ديال سيدي بليوط وديال الجماعة ديال الدار البيضاء. إلا كان شي جواب شافي باش يشفي الغليل ديال هاد الناس راهم خدامين شو تقدموا تاهما طلبات بغاو ينميوا المداخل ديال المقاطعة اللي كيطالبوا بها كاع المسؤولين المنتخبين كيقول لك حنا بغينا موارد. ها الموارد راه كاينين طلبات بزاف في هذا الشأن ولكن كنجيو سميتو على أرض الواقع كنلقاو واحد بزاف. واخا خليك حدانا اشنو بغيتي دابا؟ اشنو بغيتي دابا؟ الجامعه الجامعه راه حيد على موحي موحي ميتون موحي الطلاب الطلاب عطانا في مالا وهذا في مالا موسى 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 تا هو بمعاش انا بمعاش انا خد خد انا شحال شحال 3000 درهم شحال 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 5000 درهم 3000 درهم شحال 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 فامو فامو شحال 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 فامو شحال 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 اسمو قالوا لكم دابا في الاخر هو بمعاد هو بمعاد بمعاد مشيتوا لمجلس المدينه الجماعه مشيتوا له بمعاد هي ما بغاوش هو ما بغاوش بمعاد لا بمعاد زوج ما بغاوش بمعاد زوج ما بغاوش على عبد الله عبد فلوس على عبد فلوس فهموا انت فلوس شهريه كان فلوس مرحبا مرحبا. اذا اخليك معايا اذا المشاهدين الاوفياء كنتمنى انه هذا الفيديو تبارطاجا لانه مسكين هذا الشخص هذا راه هو الصديق ديالو اللي واقف معنا حاليا مسكين حتى هو من الصم والبكم. كيف ما سمعتوا معايا هاد الناس حاولوا انهم بحكم انهم اصدقاء حاولوا بجوج يدفعوا واحد الطلب في واحد المكان معين اللي كانت شاده واحد الشركه كانت مستغله عندها تفويض ديال لي باركينغ كما كتعرفوا. فخرجت منها الشركه تقريبا في 2015 من ذاك التاريخ كانت كدوز في اطار السمساره يعني كنعرفوا بانه كدير واحد طلب عروض شكون اللي غيدفع اكثر على حسب السومه الكلائيه سواء في العام واش 12 مليون او 6 مليون المهم كيكون واحد التفاهم كيكون عقد ما بيناتهم. فهذا الشيء ما بقاش هاد الناس هادو ملي دفعوا ذاك الطلب في نفس الوقت كاين طلب اخر من طرف واحد الشخص اللي هو معاق مسكين تا هو عنده احتياجات خاصه اللي دفع في نفس المكان. فالاجوبه الغريب هو الاجوبه المتناقضه في نفس المصلحه يعني نفس المصلحه نفس المقاطعه ولكن الاجوبه متناقضه. جواب عند الشخص عنده احتياجات خاصه اللي هو مقطوع عليه رجلو
كيقولوا ليه بانه يتم تفويت هذا المكان عن طريق السمساره، مع انه السمساره كما قلنا ما بقاش. هاد الناس، هاد جوج اشخاص، جوج الاصدقاء اللي هما من الصم والبكم، اللي دفعوا تما في نفس المكان بطلب، دفعوا بطلب مجلس المدينه ومقاطعه سيدي بليوط، كيتقال لهم بانه يتم تفويت هذه الرخصه بترخيص فردي، ماشي انتم مثلا بجوج دافعين في رخصه واحده. اذا هنا ما شي حاجه ماشي هذيك. فاللي كنتمناو احنا بالدور ديالنا، كنتمناو من مجلس مقاطعه سيدي بليوط شخص الرئيسه الاخت كنزه الشريبي، اللي كنشكروها من هذا المنبر هذا. ما عرفناش اشنو اللي واقع، اشنو اللي واقع الله اعلم. احنا بغينا نعرفوا غير واش هذا الشيء في اخبارها اللي دارت هذه المصلحه او ما في اخبارهاش، لانه في بعض الاحيان كنجيو عند بعض المسؤولين كنحطوا امامهم بعض الاوراق، كنجيوهم شي ساعه ديال الدروا او ساعه ديال انهم زربانين، كنحطوا لهم شي وثائق كيسينيو على الله اعلم اشنو واقع. واش في اخبارها هذا الشيء سينات عليه وهي على علم؟ الله اعلم. الشيء هو اللي كنتمناو انه يتم الشرح ديالو لهاد الناس هادو، لهاد الاشخاص اللي هما من الصم والبكم. كانت سينات على شي حاجه اللي ربما ما عرفاتش المحتوى ديالها اشنا هو، فكنتمناو توضيح لهاد الناس هادو، يكون شي شفاء جواب شافي، واحد التعليل كيف ما قلنا، غير تناقض، كاين تناقض. هاد التناقض الحاصل هو اصل المشكل. التناقض اللي كاين واللي الجواب اللي خرجت به المصلحه، نفس المصلحه لجوج ديال الطلبات، فهو متناقض تماما. لهذا كان ممكن عندنا هاد جوج ديال الطلبات وهاد جوج ديال الاجوبه هي كاينه عندنا، كنتوفروا عليها الحمد لله، ولكن تناقض، كاين شي حاجه ماشي هادي. اذا اللي كنتمناو هو هاد اللبس هذا وهاد المشكل اللي واقع يتم يعني فحص او تدقيق مع هاد المصلحه، علاش جواب في نفس المكان وجوج الطلبات كيتم جواب بشكل متناقض. فما بقى لي الا ودعكم على امل لقاء بكم في بث مباشر اخر. الى اللقاء.